ضيفاتنا العزيزات. تم اليوم عقد الكونفرنس الثاني لمجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في مقاطعة منبج، وذلك تحت شعار نضالنا ضمان ثورة المرأة وبناء سوريا الديمقراطية، وذلك بحضور عدد كبير من منتسبات وعضوات حزب سوريا المستقبل في المدينة والريف، وأيضا كان هناك حضور ملفت للانتباه كضيفات. رفيقات العزيزات، خلال السنتين الماضيتين من عمر مجلسنا لقد ازداد الإيمان وعزيمة المرأة وأهدافها وذاتها ورفع بناء قدراتها في مجالات عدة ومنها الإدارة المشتركة. اليوم نعقد هذا الكونفرنس في ظل ظروف صعبة نعيشها، وبالأخص كون مقاطعة منبج تكون على الشريط الحدودي وتتعرض كل فترة لقصف واعتداءات الدولة التركية، فعقد هذا الكونفرنس سيكون جواب رد لكل الأنظمة الاستبدادية المعادية لحرية المرأة بأننا مستمرون في مسيرتنا النضالية ونعمل بكل جدية وروح المسؤولية حتى نرتقي بالمرأة إلى أعلى المستويات. لخلق أرضية للنضال المشترك في النسوي، وأما هذه اليقظة النسوية قامت النظام الرأسمالي بواسطة داعش وغيره بخلق جبهة مضادة وجدد سياسات إبادة النساء في العالم، ويعمل هذا النظام على جعل الذكورية تستعمر وينظم أجواء الحرب ويتحمل تكاليف الدول القومية والفاشية. تقييم وضع المرأة خلال السنتين الماضيتين من الناحية الاجتماعية، من الناحية السياسية، وأيضا تقييم أعمال وفعاليات ونشاطات مجلس المرأة خلال السنتين الماضيتين. كان هناك تقصير، كان هناك بعض النواقص، ولكن بإرادة المرأة نستطيع أن نتخطى كل هذه العوائق، كل هذه النواقص والأخطاء، لأن لدينا إيمان بأهداف ومبادئ حزبنا حزب سوريا المستقبل. فاليوم نعقد كونفرنسنا هذا بناء على قرارات حزبية مهمة وفي إيجاد سياسة متقدمة وأهداف سامية ونوعية، ليس في المجال السياسي فقط، إنما في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وحتى في المجال الجذري. راح نروح لأول بلد اللي هو انتخاب ناطقة مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل لمنبج. فباب الترشح عنا حاليا مفتوح. مين الرفيقة اللي تشوف حالها مناسبة لتكون أو لحتى تستلم مهام ناطقة مجلس المرأة في منبج؟ أوجه رسالتي إلى كل النساء السوريات الصامدات المقاومات في ظل الأزمة السورية على مدار السنوات الماضية، إلى نساء إقليم شمال وشرق سوريا، إلى كافة النساء في المناطق المحتلة، وإلى المرأة المنبجية، إلى كل امرأة ناضلت وما زالت تناضل من أجل أن تحيا حياة حرة كريمة وتسعى لأن تبني مستقبل مزهر، تبني سوريا المستقبل، سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية.